من خلال هذه الحركات. صباح الخير عبد الوهاب. صباح الخير زميلي عبد الرحيم، صباح الخير زميلتي نور اليقين، صباح الخير عليكم، صباح الخير جمهورنا الكريم. اليوم ان شاء الله رانا نحاولوا نقصوا شويه من الوزن، ان شاء الله الناس اللي تعاني من البدنه يتابعونا ان شاء الله. ما كانش راحه كما العاده، نبداو بسم الله، دائما نبداو بالحركه التسخينيه.
شاء الله. سلام، شكرا. نشكرك الكوتش عبد الوهاب على هذه الحركات الرياضية التسخينية اللي تساعد في حرق السعرات الحرارية. نشكر أيضا مساعديك التوأمان هشام وعصام وأيضا مساعدك كمال. شتك مركزة مع كل صغيرة وكبيرة مع الحركات اللي يقوم بها عبد الوهاب بالكوتش تاعنا. نتمنى أنه برك تطبقيها بعد العشرة إن شاء الله، تطبقيها هنا في المسبح ولا في الغرفة تاعك ولا كي تروح لقسنطينة تاني. رحيم دائما كي تعود الحركات الرياضية دائما يستقصدني. واش تحب رحيم؟ حركات سهلة ماهي صعيبة، تقدري ديريها في كل زمان ومكان. نحب رياضة المشي أكثر، لكن نعم 5 دقائق ولا 6 دقائق يعني نقدر مقدورة عليها. حنا ما نضحكوا برك. هكذا باش تكون عندك حيوية ونشاط كبير، هكذا باش تستقبلي اليوم تاعك بكل حيوية وتقدري تواصلي دائما الأركان والفقرات تاع البرنامج. نعم نواصلوا الفقرات كما قلت زميلي يا رحيم، ومن حركات الرياضية نبقاو ديما